سلام لجميعكم من ربنا يسوع المسيح ملك السلام الذي دعانا ولبينا دعوته لنكون هنا في مجلسه خاشعين أمام جلاله ملتمسين منه بركة ونعمة لأرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، فهو الذي يعطي بسخاء ولا يعير أبدا. ما أجمل ما قاله معلمنا داود النبي في مزاميره: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. ولكن ما أعظم ما قاله يسوع لنا: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم إذا ما قرنا بين الكلامين والقولين نجد أنفسنا في حاجة إلى الاثنين: ما هو للجسد، ثم ما هو غذاء للروح أيضا. ويسوع قد جمع بين الاثنين، الاثنان معا نراهما واضحين هناك على الجبل عندما كان يسوع يلقي كلمة الحياة في عظته الخالدة وأقواله وكلماته المحيية. ثم قارب النهار على الغروب، الشمس بدأت تختفي والتلاميذ كانوا في غاية الحرج لأن الظلام قد بدأ وهنالك ألوف لا حصر لها عند قدمي يسوع، الكل منصت ولم يشعر بأي جوع، بل في شوق وحياة ويقظة. كان الجميع في تطلع نحو يسوع منصتين لكلامه، فيقول التلاميذ لمعلمهم يسوع المسيح: يا معلم، قارب النهار على نهايته، الشمس بدأت مرحلة الغروب، وهنا ليس طعام ليأكل أولئك الموجودين بالألوف، اصرفهم يا يسوع. يقول يسوع: أعطوهم أنتم ليأكلوا. يجيبون: ليس هنا أي طعام، نحن في موضع خلاء في القفر، أليس هنالك شيء؟ نعم، قليل من الخبزات مع ولد صغير. يقول يسوع: ائتوني بهذه الخبزات، هي خبزات قليلة يحملها طفل صغير ومعها سمكتان، كيف لهذا الجمع الذي لا حصر له أن يشبع من الخبزات القليلة؟ عدوها، هي 5 خبزات صغيرة وسمكتين أيضا صغار. ولكن بين يدي يسوع
إذا بالخبزات تفيض وتزيد، والكل من التلاميذ يأخذ نصيبه ليوزع على الجموع. الجموع كانت حسب ما عدوها هي 5000 من الرجال، أما السيدات والنساء والأطفال لا حصر لها. يسوع بين يديه يفيض الخبز والسمك، والتلاميذ يعبرون بالجموع ويقدمون منها ما يشبعهم. ثم بعد ذلك يسوع يأمر بأن تجمع الفضلات الباقية بعدما شبع الجموع، وإذا بكل تلميذ من تلاميذ المسيح يحمل في عودته بسلة كبيرة قفة ملأة من الخيرات. لماذا هذا؟ يسوع الذي بين يديه ما يفيض ويزيد من البركة، هو وحده القادر أن يخلق من العدم ويقدم للجموع فتشبع وتشكر الله. شبعت من كلمات الحياة، ولم يصرفهم المسيح إلا بعد أن شبعوا من مأكل الجسد. يسوعنا القدوس هو الذي يعتني بأجسادنا ويعتني أيضا بأرواحنا. للروح طعام وغذاء، وللجسد أيضا مأكل خاص. بهذا أو بذاك نحن بين يدي يسوع الذي تفيض يداه بكل ما هو طيب ولذيذ، وأيضا بالكلمات المحية التي تصل إلى الآذان وتخترق القلوب ويشعر الإنسان بالفرح والراحة. ما أكرمك يا مسيحنا، أنت وحدك القدوس وليس سواك. نلجأ إليك فإذا بمراعيك خضراء، وإذا بينابيعك ملأى بالمياه، وكلها للشبع والري. أنت كريم في عطائك، سخي في كلماتك، لا تحوجنا في هذا العالم. فقط علينا أن نؤمن ونتكل عليك، فقط علينا أن نتطلع إليك يا يسوع، ويكون لدينا الإيمان الذي لا يخور. عندئذ ترتوي نفوسنا وأيضا تشبع أجسادنا. فقط علينا يا إلهنا أن نطلب منك ونقول أبانا. ولماذا أبانا؟ أبانا لأن الأب يعتني بالبنين، والبنون أيضا ليس لهم سوى الآب السماوي الذي يعطي لأنه محب، ولا يسمح للبنين أن يجوعوا. الإنسان قد يهمل أخيه، والأم قد تهمل أيضا رضيعها عندما تكون مشغولة بأمر من الأمور. وإن كانت الأم لا تنسى أو تنسى، ولكن يسوع لا ينسانا، لا من وقت الرضاعة ولا أيضا حينما يكبر الإنسان ويشيخ في الأيام. لا يتركه يسوع نهبا للزمان، أو يتركه عرضة للآلام، بل يحنو عليه. ما أحلى الترنيمة التي تقول كنت فتى لا أنسى أنني كنت بين يديه، وقد حملني كما يحمل الآب ابنه على صدره الحنان. ترنيمة عزبة، وما أجملها. وكثير أيضا من كلمات النعمة في كتابنا المقدس تجعلنا ننسى أنفسنا ونجلس عند قدمي يسوع، كما جلست هناك مريم واهتمت بالحياة الروحية. ولكن أيضا لا ننسى مرثا التي لم تهمل شأن الضيافة، بل كانت مهتمة ومهتمة أيضا. ويسوع وإن كان قد شكر مريم، لكنه لم ينسى مرثا، إذ يقول الكتاب أن يسوع كان يحب مرثا وأيضا يحب مريم، ويحب أيضا أخيهما لعازر. يسوع ما أحن قلبه، وما أعذب قوله، وما أحسن ما قيل عنه إنه أبرع جمالا من بني البشر، في كلماته عذوبة وفي رعايته لنا حتى
إعلان ومودة. وفي سؤاله عنا يبحث عن العشارين والخطاة، لا يبحث عن ذلك الإنسان الذي يريد أن يفتخر بمقامه ويدعوه إليه، وهو سمعان الفريسي. دعاه سمعان مشهور بين القوم، وفي الوقت نفسه يفتخر أيضا بذاته ويظن أن المسيح قد نال شرفا منه حينما دعاه إليه. ولكن يسوع حينما وردت إليه وجاءت المرأة الخاطئة والمشهورة في المدينة، رحب يسوع بها، لم يمنعها من أن تصل إلى قدميه، من أن تغمرهما بالدموع، من أن تنشفهما وتجفهما بشعر رأسها. ثم بعد ذلك تدهن بالطيب وتقبل القدمين الطاهرتين. من أين جاءك هذا الشعور الدافق أيتها المرأة وأنت منبوذة بالمجتمع، منبوذة من المجتمع، مرفوضة من الجميع، وكيف جرؤت على أن تدخل عند ذلك الفريسي الذي يرى في شريعة موسى منفذا له لكي ترجم بالحجارة لأنها معروفة أنها خاطئة؟ من أين كل هذا؟ لقد تلاقت قبل ذلك بيسوع، سمعته، سمعت عنه، أحست في أعماقها أنه هو الوحيد الذي يرعاها ولا يطردها، ولا هو ينبذها كما ينبذها ذلك الفريسي. الفريسي العشار ينظر في قلبه كيف أن هذا، كنا نظن أنه نبي، ألا يعرف أن هذه المرأة أنها خاطئة؟ أليس هو بنبي؟ يفكر في ذاته ويدين المرأة، ولو طال الأمر وكان في إمكانه في تلك اللحظة لكان طردها من منزله، ولم طهر أيضا أولئك الخدم الموجودين في كافة المواقع، وذلك الذي يقف على الباب، كيف سمح لتلك المرأة والمعروفة من الجميع أن تقتحم المكان وتصل إلى يسوع؟ هذه هي أفكار. وأولئك أيضا المدعوين، لماذا يسوع يسمح لها بتقبيل قدميه؟ هنالك محاكمة وأفكار طائشة تدور في أذهانهم، بينما يسوع يعرف كل هذه الأفكار ولا يمتهر المرأة ولا هو يوبخها عن فعلتها، بل بالعكس يقول لسمعان: واجب الضيافة لم تقم بها، لا أنت وقفت ولا أنت قبلتني ولا استقبلتني بما هو لائق لأمر الضيافة، أنا الذي سعيت وقبلت دعوتك. هل هنالك في شريعتك وفي نظامك ألا تغسل قدمي ضيفك؟ هذه غسلت بالدموع قدمي، أنت لم تقابلني ولم تستقبلني حتى قبلة للترحيب، دلالة على أنك حقيقة تفكر في أمر الضيافة من قلبك. هذه قامت بواجبات كثيرة وأحبت كثيرا، ألا يغفر لها أيضا كثيرا؟ كل ما قدمته المرأة، قدمت حبا فياضا وتوبة صادقة، أحست من أعماقها أنها أمام من يستطيع أن يغفر لها ماضيها وأن يسكب في قلبها سلاما، ومن يعطيها أيضا شجاعة وتقف أمامك وهي لا تخشاك ولا ترهبك، وشعرت أنها قد حلت من جميع قيودها وأنها أصبحت الآن سيدة الموقف ولست أنت. يسوع الذي يشبع القلب، يسوع الذي يغفر الخطيئة. قيل عنه، ماذا قيل عنك يسوع؟ محب لمن؟ للعشارين والخطاة. عشارين وخطاة، نعم عشارين وخطاة، أمام سمعان الفريسي
امثال سمعان هذا وامثال غيره، مثلا متى العشار الذي يجبل العشورة من الناس ظلما واغتصابا بلا شفقة او رحمة، هذا هو يسوع الذي يسعى وراء الخطاة، ورائي ووراءك ايضا، هو الذي يمسك بيمينك ويجعلك تنتصب على قدميك تتحدى الخطية وفي الوقت نفسه لا تخشاه، وانت ايضا قوي وتشعر انك ممسك بيد قادرة ان يقيمك من السقطة ومن الغرق، كما اخرج سمعان بطرس من غرقه ايضا. ماذا عمل يسوع؟ قادم في الظلام وآت الى سفينة تكاد تغرق بها تلاميذه، وعندما قدم يسوع من بعيد ورآه سمعان بطرس يقول له انت هو يسوع؟ ان كنت انت هو قل لي تعال امشي على المية. انت يسوع ماشي على المياه، حقيقة هذه ام خيال؟ حقيقة. تعال يا بطرس تعال. يلقي بطرس بنفسه في الماء ويسير نحو يسوع، وفي الوقت نفسه بدأ يشتغل عقله، ماذا انا؟ حقيقة انا بطرس؟ حقيقة امام المسيح؟ اصدق ما اراه بعيني انه يسير على الماء؟ بدأ يشك، وعندئذ كاد يغرق وينادي المسيح انقذني يا إلهي انقذني يا سيدي. يسوع لم يسمح له بالغرق، ولكن يسوع انتش له وقال له لماذا شككت يا قليل الإيمان؟ لماذا تشك أن يسوع يغفر لك الخطيئة؟ هل جربت حلاوته؟ هل ذقت عذوبته؟ هل أحسست بعطفه؟ أن يسوع لا يرفض إنسانا تائبا، لأنه يقول ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل يسوع يتجسد، الله يتنازل ويصير في الجسد مثل واحد منا. لماذا؟ لكي يتلاقى معي ومعك، وعندئذ يعرفنا الطريق الحقيقي الذي يوصل إلى الحياة الأبدية، الحياة الكاملة، الحياة الحرة. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هذه الحرية الكاملة، أن نكون أحرارا من قبضة إبليس، أن نكون أحرارا من شهوات العالم. كل ما في العالم هو شهوات كاذبة تبعث على الخطيئة، تقود إلى الحياة، لست أقول السعيدة بل الحياة التعيسة، تقود إلى جهنم النار. أما يسوع الذي جاء ليحررنا من الخطية، قيل عنه إنه محب للناس الخطاة، أكل وشرب خمر. لما يجلس يسوع وسط الخطاة بيقوتهم إلى الحياة الأبدية وينتزعهم من قبضة إبليس، عندئذ يكون لهم فرح دائم. أما ماذا يقول الناس عن المسيح فهذا لا يعني المسيح، لأنه أقوى من كل الناس، أقوى من الشيطان، أقوى من كل خطيئة، فهو الذي يبرر ويحرر ويغسل وينظف. من فينا ليس في حاجة إلى التوبة؟ من الذي يستطيع أن يقول إنه بار وليس به خطيئة؟ إن قلنا إننا بلا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا. أما الحقيقة فنحن في الموازين إلى فوق، ملأ بالخطايا وبالعثرات أيضا، وليس هنالك من يطهر ومن ينقذ ومن يشعر بالفرح والراحة غير يسوع. يسوع جاء من السماء، ونحن الآن في بدء صوم الميلاد، الصوم الذي رتبته الكنيسة استعدادا لقبول المولود الجديد
الإله الظاهر في الجسد الذي رأى أن يخلصنا بنفسه بعد أن عجزت جميع الوسائط البشرية والأقوال التي جاء بها الأنبياء بالوحي الإلهي، كلها لم تكن كافية لأن تعين البشرية وتقيمها من سقطتها. إذن لابد أن يجيء الإله بنفسه، ونحن نستقبله بالصوم ونرحب به بقلوبنا ونفرح أيضا. أيام الصوم ليست هي للفرح فقط، بل أيضا ولا للجوع، بل أيضا استعدادا للتوبة أكثر فأكثر. نعم التوبة هي في كل وقت وفي كل زمان، ليست قاصرة على الأصوام، بل في كل لحظة علينا أن نراجع أنفسنا ونحاسبها حسابا جيدا. ونحن الآن في أواخر السنة الميلادية التي باسم مسيحنا القدوس، نحن الآن على الأرض، وحينما نستقبل المسيح في المذود الذي رأى بمحبته أن يتنازل ويكون كأقل واحد منا، هذه الولادة التي تمت بإرادته ومن مريم العذراء البتول القديسة الطاهرة، هذا هو الإله المحب لنا، الإله القدوس الذي أحبنا. من ذا الذي يستطيع أن يتضع ويجلس بجانب الوليد في مغارة للحيوان هنالك على فراش من التبن؟ ارتضى مسيحنا أن يجلس عليه وبجانبه مريم العذراء البتول. هنا الميلاد المعجزي، الميلاد البتولي الذي شاء به الله أن يكون هو الوحيد في عالم البشرية كلها. يسوع القدوس كيف يقترب مني ومنك ما لم يكن في مظهر بسيط؟ وإلا لابتعب العالم كله. ذاك الذي تجثو أمامه كل ركبة ممن في السماء وما على الأرض، تسبح الملائكة وتخشع أمامه. وأيضا يسوع له القدرة أن يقول للشيء كن فيكون، ولكنه ارتضى أن يكون بسيطا فقيرا. وعندما ولد لم تجد له أمه العذراء ثيابا جديدة، بل قطعا من القماش ممزقة لفته بها. وفي نفس الوقت حينما جاء المجوس سجدوا وانحنوا أمامه، وحينما جاء الرعاة لما بشرتهم الملائكة خشعوا. الكل أمام الوليد البسيط يخشع ويركع، وفي الوقت نفسه له القدرة أن يكون في قصر من القصور، وهو الملك الذي تخضع له وتخشع كل الجباه. فما أحلاك يسوع وما أجملك بين يدي أمك العذراء، وحينما تجيء إلى بلادنا لكي تعلمنا كيف أن هنالك نبوات تكلمت عنه وكيف تم المكتوب بشأن هذا الوليد. نقول مبارك أيضا شعب مصر، ونكررها مرة ومرات، نفخر بها. نحن المسيحيين الذين نلنا البركة وثبتنا على الإيمان وسنظل حتى النفس الأخير مؤمنين بمسيحنا القدوس، حتى وإن كانت العبادة هنالك فيها ما فيها من قسوة، ليست من شعورنا الداخلي بل من حروب كثيرة يحملها الشيطان إلينا في ألوان متعددة، سواء في بناء كنائسنا أو هنالك في وظائفنا في أمور كثيرة، ولكننا لن نحيد بنعمة المسيح عن إيماننا، بل سنبقى ثابتين حتى مجيئه الثاني. شكرا يا يسوع، ليست هذه قدرتنا وليست هذه قوتنا الذاتية، بل هي عطية منك ونعمة سمائية، أن نعبر وادي الدموع، أن نعبر كل الأشواك وندوسها تحت أقدامنا ولا تشمت بنا خطية، حتى وإن سقطنا نقوم أيضا. هذه نعمة معطاة من فوق. ومهما كانت كنائسنا محدودة وبعيدة عن بعضها
ولكن مع ذلك نسعى إليها ونجيء مهما كان الظلام، مهما كانت قسوة الطريق، مهما كانت المؤامرة تحاك من هنا أو هناك، ولكننا نحن مطمئنين إلى أن الذي خلقنا هو يرعانا، هو يحمينا، هو يقودنا بيمينه في موكبه، موكب النصرة، موكب البركة، موكب العزة والكرامة، لأن يسوعنا في قدرته وفي نعمته يشبعنا ويقف بجانبنا ويحمينا، حتى ولو سددت نحونا السهام. قال له يا بولس الرسول، قال له يا بولس صعب عليك أن ترفس مناقص، أنت بتاخد ولادي بتقيدهم، ولك سلطة ولك توصيات من أولئك الحكام باعتبارك أنت ضد المسيح، هم يساعدونك على ذلك، ومهما كانت قوة أولئك لا هم ولا أي إنسان يستطيع أن يحارب المسيح. كل آلة صورت ضدك يا كنيسة ملهاش قيمة، وكل لسان يقوم عليك يقطع، ولا قيمة لهذا أو ذاك. وستنطوي الأيام وتنتهي السنون، ونعبر جميعا في مواكب البركة. ومن هو القائد؟ يسوع وحده هو القيادة، وهو السيادة، وهو النعمة، وهو البركة، ونحن نحن البنين الذين نسير وراء الأب القدوس الذي أحبنا، والذي وقف يقف دائما بجانبنا ويرعانا ولا يتركنا ولا يتخلى عنا. وهل للبنين، وهل لهم أن يتركوا أباهم وينتهون في هذا العالم؟ لهم من يرضوا، ولا نحن نقدر أن نترك أبانا السماوي، ما نقدرش أبدا، لابد أن نسير وراءه. إن تهنا يمينا ويسارا من هنا أو هناك نجد الراعي وبعكازه يخطط لنا الطريق ويشير إلينا بخط مستقيم كي نسعى وراءه. وإذا ما كنا عاصين أو غير مطيعين، محو عصا، عصا الغرض منها التأديب بأي طريق كان، أدبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، لأنه أولاده غالين عليه، محبوبين لديه، هم من في يديه، وكل واحد منهم محسوب عنده. ينظر يسوع إليه ما يرضاش يسيب واحد ولا واحدة، مهما كنا نحن في عصياننا وفي نكراننا لمسيحنا، لكن المسيح الحبيب يأمرنا ويقول لنا في قلبه الحنون: تعالوا إلي، أنتم متعبين من الخطية، من العالم اللي بيضايقكم، من أولئك اللي هم من يشمتوا فيكم، من المضللين الذين يضللونكم، ما أكثر هذه المتاعب، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، لا تظنون أن العالم يستطيع أن يغلبني، ثقوا أنا قد غلبت العالم، دست الخطية، ارتفعت على الصليب، وأجذبكم إلي وأخذكم، ولكم مكانكم المعد، ومتى جئت أخذكم لأن أمكنتكم معدة. فقط ضع عينيك على مسيحك وفكر أن لحظة الشيطان ضعيفة وقليلة، أما مجد المسيح فأبدي. لا تنخدع بأي عطايا عالمية أو مواعيد من أصحاب السلطة، مهما كانوا هم يبيدون، ولكن سنوك تبقى يا إلهنا وإلى الأبد أنت أبونا، ونحن البنين الذين ندعوك باستمرار أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعكم. أمين.